أهلا بكم. جددت الفيدرالية الدولية للصحفيين مطالبتها للسلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي بقناة الجزيرة الزميل محمود حسين، والذي مر على اعتقاله أكثر من 600 يوم دون محاكمة. وقال فيليب ليروث رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين في بيان إن اعتقال محمود يعد واحدا من أمثلة عديدة على قيام السلطات بإساءة استخدام سلطاتها القانونية لخنق وسائل الإعلام في مصر. وقالت الفيدرالية الدولية للصحفيين ومقرها في بروكسل إن مصر تعد من أكثر دول العالم سجنا للصحفيين بسبب أدائهم لعملهم. كانت السلطات المصرية قد اعتقلت محمود حسين في 20 ديسمبر عام 2016، وجددت النيابة المصرية حبسه احتياطيا 15 مرة دون محاكمة ولا تهم واضحة، ولا يزال يتعرض لانتهاكات جسيمة في محبسه الانفرادي. ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا مسؤول المناصرة والتوعية بالمعهد الدولي للصحافة سيد رافي براساد. سيد رافي براساد، أرحب بك. يعني كيف رأيت هذا البيان في مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن الزميل محمود حسين؟ الفيدرالية الدولية للصحفيين طالبت مرارا وتكرارا بإطلاق سراح محمود حسين، والذي مضى على اعتقاله أكثر من 600 يوم في حبس انفرادي وفي ظروف بائسة. كما ذكرت، هو يخضع للحبس الانفرادي، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. فالتهم ليس لها أساس، وما تقوم به السلطات هو إبقاؤه في الحجز وإبقاؤه في السجن من دون عرضه على المحكمة، وهذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية، وهذا انتهاك لأحد حقوق الإنسان الأساسية. والسلطات المصرية للأسف هي لا تستجيب للقوانين الدولية والمطالبات الأسرة الدولية فيما يتعلق بالإفراج عن محمود حسين. وكما ذكرت، مضي 600 يوم على اعتقاله وحبسه، أمر لا يمكن قبوله. كما ذكرت، نحن طالبنا ولمرات عدة ومنذ أكثر من عام بإطلاق سراحه، ولم يتم الاستجابة لمطالبنا. وتم محاولة مخاطبة النظام السيسي بضرورة الإفراج عن محمود حسين ورفع الضغوطات عن الصحافة والإعلام، ولكن كما ذكرت لم تلقى أذنا صاغية. والأمر لا يقتصر فقط على محمود حسين، فهناك الكثير من الصحفيين الذين يتعرضون للمعاناة وانتهاك حقوقهم بشكل أساسي. سيد براساد، يعني ذكرت أن هناك صحفيين يتعرضون للانتهاكات ويسجنون بسبب تعبيرهم عن آرائهم، ومنهم محمود حسين. كيف يمكن إجبار النظام في مصر على أن يعطي محمود حسين وغيره من الصحفيين المحبوسين حقوقهم القانونية؟ يعني محمود حسين كان المفترض أن يتم محاكمته أو الإفراج عنه بعد 600 يوم. طبعا هو الحل يكمن في ابقاء الضغوطات على النظام هناك، والامر قضيه ان يتطلب الضغط على الحكومات التي تتعاون مع نظام السيسي بشكل اساسي، وذلك لزياده الضغوط على هذا النظام. ونحن في الاتحاد الدولي للصحفيين او الفيدراليه وغيرنا من المنظمات الحقوقيه نحاول ان نعرض الامر ونثير الامر في عديد المنابر، وخصوصا امام الجمعيه العامه في جلستها القادمه، وكذلك يتعين على الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن يكون لها دور على هذا الصعيد. وكما ذكرت، الأسرة الدولية أو عفوا المنظمات المدنية لا يمكن أن تتولى هذا الأمر بمفردها، وهذا يتطلب تضافر جهود جهات عدة، وسيما جهات حكومية وربما حكومات دول أخرى. الأمر الأساسي أنه ينبغي إطلاق سراح هذا الصحفي بدون شروط
لأنه لم يرتكب جريرة ولم يرتكب أي جريمة، فلم تسند إليه تهم واضحة ولم يتم عرضه على القضاء، فهذا أمر ينبغي أن نطالب به وبشدة. نعم سيد براساد، يعني محمود حسين وغيره من الصحفيين لم يتم إعطائهم حقوقهم في التحدث مع المحامي، يعني ربما محمود حسين مصاب ويحتاج إلى عناية طبية ولا يتاح له، كيف يمكن إيصال هذه النقطة إلى المنظمات الدولية؟ نعم أنا كما ذكرت قبل قليل الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن تطلب من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأن تثير هذا الأمر فيما يتعلق بإعطاء الصحفيين حقوقهم القانونية بمختلف مستوياتها. نعم الأسرة الدولية يمكن أن توحد جهودها على هذا الصعيد ويمكن أن يكون لها دور أساسي، وكما ذكرت الأمر يتعلق بفرض مزيد من الضغوطات على الحكومة المصرية وعلى النظام المصري على كافة المستويات وعلى كافة الصعد، آملين أن تلقى هذه الجهود ثمارا وأن تتوج بإطلاق سراح هؤلاء الصحفيين. نعم في نهاية. نعم سيد براساد، يعني أنتم في المركز الدولي للصحافة وأيضا في الفيدرالية، هل تواصلتم مع المنظمات الدولية الأممية، الأمم المتحدة، المجلس الأمن فيما يخص حالة محمود حسين وغيره من الصحفيين المسجونين في مصر؟ نعم بالتأكيد نحن نعمل عن كثب مع عدد من الأعضاء من الدول الأعضاء، وكذلك لأن المجتمع المدني لوحده لا يمكن أن يتصرف بمعزل عن دعم وتأييد من دول، ولذلك نحن نسعى إلى التواصل مع حكومات مختلفة وذلك من أجل طرح مشروع قرار أو ما شابه ذلك، ولكن كما ذكرت الأمر يتطلب تضافر وتوحيد كافة الجهود من كافة على كافة المستويات، وإشراك مجلس حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، ونحن في الفيدرالية الدولية للصحفيين نطالب ونشدد على مطالبتنا بضرورة الإفراج عن محمود حسين وباقي زملائه من الصحفيين. هذا القرار الذي تقترحونه، ما الذي يمكن أن يتضمنه هذا القرار؟ فيما يتعلق بما يمكن أن نقوم به، أو نحن نقوم بمخاطبة الدول الأعضاء، دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك دول الأعضاء في مجلس الأمن، وخصوصا أن يتم إثارة هذا الموضوع في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم، وضرورة إثارة هذا الموضوع لدى السلطات المصرية. والتشديد على أن هؤلاء الصحفيين يقبعون في المعتقلات والسجون في ظروف سيئة جدا وفي أوضاع صعبة جدا، وعلى الأقل أن يتم عرض هؤلاء الصحفيين على القضاء ولا يتم تجديد حبسهم بشكل تعسفي من دون عرضهم على القضاء لفترات طويلة. ولذلك كما ذكرت نحن نحاول أن نهيب أو ندعو الدول الأعضاء لأن تطرح مشروع قرار يتعلق بهذا الموضوع. السيد رافي براساد شكرا جزيلا لك. فأيدينا فاصل قصير نتابع بعده. سفير إسرائيل الأسبق في القاهرة يقول إن العلاقات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية مع مصر في عهد السيسي غير مسبوقة.